من مدينة الأسطورة وأقدم عواصم المغرب القديم، كانت انطلاقة مهرجان وليل الدولي لموسيقى العالم التقليدية في دورته 23. استكمل أنشطته الموسيقية بمدينة مكناس الزيتونة احتفاءً بتنوع كبير من الأنماط الموسيقية المغربية الموروثة جيلاً بعد جيل. بالموقع الأثري وليلي افتتح المهرجان فعالياته بالحضرة جاز، وهي رحلة موسيقية روحية من إبداع الفنان مروان حجي وفرقته الموسيقية، جمعت بين فنون تعبيرية مغربية أصيلة. سبقها تكريم من أسدوا خدمات جليلة في الحفاظ على الفنون المغربية الأصيلة، تكريساً لثقافة الاعتراف برواد فنوننا المتفردة، تكريم مستحق لصوت الأطلس الباذخ الفنانة حادة أعكي، وأحد أبرز رواد موسيقى الآلة الأستاذ محمد بريول، وأحد أبرز شيوخ فن الملحون محمد الوالي، كما كان لفن العيطة حقه في التكريم في شخص أبرز روادها الشيخ بوشعيب بن عقيدة. تكريم العيطة بما فيها التراث المغربي، وتكريم مناسب بمناسبة مهرجان وليلي، التكريم الآثار والتراث الموروث المغربي، وفي هذه المآثير التاريخية ديال بلادنا وطننا الحمد لله. وكنشكروا من اللي سهر على هذا التكريم، والتكريم راه ديال التراث المغربي كله. هو الملحون هو اللغة ديال المغاربة، شي هضر بالدارجة، واخا دخل فيه العربية ولكن بالدارجة. وهذا المهرجان هذا تكرس يعني هذا الملحون والأندلسي كذلك، وكاع الموسيقى يعني الأثرية، يعني بحال الملحون بحال العيطاب. مهرجان وليلي لموسيقى العالم التقليدية هو من المحطات الهامة التي تجمع بين التبادل الثقافي والفني وبين المتعة والفرجة. هذه السنة بلغ عدد عروضها الموسيقية 44 عرضاً لفرق مغربية تراثية تمثل جميع التعبيرات اللسنية، وأخرى أجنبية جاءت من إسبانيا والصين والسنغال والمملكة الأردنية الهاشمية. Effectivement, c'est la première fois que le groupe Corafola de la région de Sédiou du Sénégal participe au festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde. Et ce groupe reprend un peu les chansons du patrimoine, parce que l'instrument, la kora, participait à l'initiation des princes à l'époque dans le Gabou, les royaumes de l'Afrique de l'Ouest, à l'intronisation des rois, mais aussi aux cérémonies de mariage et de baptême, ainsi de suite. Donc du coup, ils vont interpréter des chansons du patrimoine qui reprennent un peu toute cette histoire de ces empires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Thank you.
طبعا هذه الفرقة تأسست منذ 1994 وهي تحتوي على عنصر حوالي 35 إلى 36 شخص ما بين فتاة والشاب. طبعا تمتاز بلباس التراث الأردني بشكل عام وتراث مدينة السلط بشكل خاص، وتهتم بالأغاني الوطنية التراثية القديمة وتحافظ عليها خوفا من الاندثار والزوال. فلذلك احنا قمنا على الاهتمام بهذه الفرقة بدعم كامل من وزارة الثقافة الأردنية، يعني للمحافظة على هذا التراث وتقديم الرقصات الشعبية التراثية. منها نحن عندنا موسم الحصاد، وطبعا اكيد الحصاد معروف انه احنا يعني بيقوم بداية كيف نحرث الارض وكيف يزرعوا وكيف يستغيثوا من رب العباد ليمدنا بالمطر. طبعا هذا يؤدى بحركات تشكيلية من الشباب والبنات تعبيرية عن هذا الموسم. الان يا شباب احنا يعني فرقة اردنية جايين نمثل البلد وننقل التراث الاردني الى اخواننا الشعب المغربي والى ادارة المهرجان حتى نعطي الصورة الجميلة عن بلدنا. طبعا اغانينا انتم بتعرفوا كلها بتمثل تراث اردني، وهذا يعني تبادل الثقافات ما بين الشعب المغربي والشعب الاردني. ونامل ان تقوم هذه الفرقة بتقديم ما يبسط الشعب المغربي ونقل وتبادل التراث مع الجمهور المغربي، ونحن يعني حقيقة نأمل أن نكون ممثلين جيدين لبلدنا ونهتم على المحافظة على هذا التراث. بخصوص اللباس، طبعا نحن عندنا عدة أنواع من اللباس، يعني في كل مناسبة لكل يعني الأعراس لبسها يختلف، الحصاد لبسه يختلف، عندنا موضوع الحنة أيضا يختلف، فلذلك اللباس مختلف. لكن نحن سنقدم في حفل الختام، وهذا شرف لنا أن نكون في هذا المهرجان العالمي، لنقدم بعض الرقصات الأردنية والدبكات التي تمثل التراث الأردني. عرفت الدورة 23 لمهرجان وليدي المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل اهتماما خاصا بالفنون التراثية المغربية الأصيلة، وجمعت فوق منصة مكناس على مدى 3 أيام بين مختلف الأنماط الموسيقية، توزعت ما بين العيساوي والكناوي والحضرة وأهتوات والملحون والغيواني والشعبي والحندوشي وغيرها. هاد الدورة كانت متميزة على جميع الدورات اللي هي اللي تلاحظوا في هاد البرنامج ديالها، وهو بعد الفرق الروحية والصوفية اللي تنظن يعني خرجت من المنازل، كانوا تخدموا غير في الليلات تنعرفوهم وتخدموا في العشويات، ولكن يعني بالنسبة ترجع الفضل لهاد المهرجان اللي تخرجهم من يعني من المنازل أو من المواسم وتيطلعوا المنصة باش يعرفوهم الشباب المغربي، وهادشي ما خصوش ينقرض.
ولكن اللي جميل وهو الفرقة ديال سحيم ومختار أم الطريقة العيساوية. وكذلك مثلا تنعرفوا يعني واحد الفن اللي هنا مدينة مكناس وهو المصمودي، وما كاين حتى شي مدينة مثلا كتشوفوا حسنة المعلمة حسنة، كاين المعلمة فاطمة عباس. غادي نقدم إن شاء الله عيطة حمدوشية وواحد الصفيف بالقنبري مصحوب برقصات يعني حمدوشية، يعني هذوك الرقصات تستعملوا بالرجلين يعني بالرقصة ديال الرجلين، بحال ماشي بحال فلامينكو، ولكن يمكن تجي إن شاء الله تتخموا فيها فيزيون مع فلامينكو. بابا عندي العصر قال عايب ربي طبق عرفنا بالله رقب حروف النظام يا داعي يا من لا ينام، ربي سامع بصوات من شادي في بيت الظلام، حقوق نحمي فوق العظام سواري طلعوا قوام، اقفوا فوق المشطات وفخادي وفوق اسقام، جماعوا من فلك اقوام ومراود فحقير العظام، والفاصل بالتنيات يا بابا عني لا تغيب، قال عايب ربي طبيب عرفنا بالله الرقيب يا ولي الطريقة العيساوية سحيم مختار على يد الهادي بن عيسى في القرن 16، في بداية القرن 16، وسميت بسحيم مختار على قبل الشيخ الطريقة اللي هو الهادي بن عيسى، الأم ديالو موجودة في ذوك القبائل اللي كاينين في سيدي سليمان، ما بين سيدي سليمان تاع الغرب وخميس الرميلة تاع ذوك النواحي، كاينين جوج القبائل سحيم ومختار. هاد القبائل كانوا من الطلبة تاع الشيخ الكامل ومن التلاميذ اللي كيحفظوا عليه الطريقه، يعني بانت في عام القرن 16 على يد الهادي بن عيسى اللي هي شاذليه جازوليه طريقه صوفيه حره. حوليت كندخل فيها شويه نتاع الاذكار والامداح ونقراو حزب الدايم، وخرجت واحد الكتاب في فرنسا اللي سميته تجديد مسار طريقه سحيم ومختار. والتجديد هو ماشي غنغير لها جذورها ولا اصلها، غير باش نضيفوا عليها مسائل اللي غتخلي الناس يحبوها. ان شاء الله عندنا واحد العرض من الطريقه العيساويه الصوفيه، حكم حنا في واحد الصالون مبارك مسعود هو المولد النبوي، وحنا غنمثلوا غنزلوا واحد الطريقه زوينه منها الطريق الحضره، ومن بعد غتكون واحد شويه ديال الطرقاويه التواتيه، حكم دابا الزموره كيعرفوا تيبغي شويه ديال الصخده وكذا، وحنا تنمثلوا واحد الطريقه حتى عيساويه. هاد الطريقه
عندنا من بعد ديالها مدينه مكناس هو سيدي محمد بن عيسى. حنا تلبيو واحد مع حكم الجمهور وحكم بزاف د الحوايج دابا تيوقعوا مع حكم العلماء وحكم هادشي دابا اللي كاين، الحمد لله غندير واحد المجهود ديالنا باش نوصلوا لهذه الطريقه العيساويه فين ما فين وهي الحمد لله راه واصله بينا ولا زعما بالشيوخ ديالنا وبالناس اللي دازوا. تقنويت هي تقنويت واحده كيبقى كل بلاد والطابع ديالها. حنا اليوم غنلعبوا نحاولوا نلعبوا على الطابع ديالنا، ما غنلعبوش تقنويت انترناسيونال تيلعبها كلشي. اليوم غنحاولوا نخليو واحد بصمه مكناسيه. مشاركتنا اليوم كانت في المستوى، الجمهور تفاعل معنا وكانت تبارك الله عليه زوين، وراك عارفه مكان صحاف دين هادشي المعلمه وهادشي التراث المكناسي، يعني تفاعلوا معنا قالوا معنا نشطوا معنا. الحمد لله دازت السهره بخير وعلى خير، كلشي فرحان.
كاملين بعد ما نكون انا الاول خدام غير باش نكونوا دايرين داك التنسيق باش ننجحوا العرض ديالنا ونزيد نحبوه لا فتح مدوشيت ولا فتح قناويت. ومثلا انا ساليت مثلا داك الطرف الاخر معبود الله الله لك عائشه نوضيت متيني تنخت الله الله راه تنقول جوج لا داك الاولى تدخل معايا بهذه الطريقه اللي قلتي زعما فكره زوينه انا زعما عجبتني هو ان ما تيبقاش داك الفراغ في لاصين اون بلوس تيكونوا الناس يعينوا باش يتفرجوا ماشي باش يبقاو حنا غادي نفرجوهم بهذه الطريقه اللي جبتي من لحتي القضيه هو غيكون واحد لو غولي غادي يكون واحد تي باسي الاخر ارتستيكمون زوينه ميوزيكالمون مزيانه والجمهور فائده زوينه للجمهور. حنا زعما الختام من كل شيء هو ان خصنا نديروا واحد الحاجه اللي تعجب واللي تعجب الجمهور واللي تكون مزيانه نكونوا اون كونتاكت معاهم ويكون واحد الحماس ان شاء الله. والله مصلي عليه يا رسول الله مصلي عليه يا رسول الله مصلي عليه يا رسول الله يا جان تراثيه نتاع القناوه كنلعبوا فيها مع المعلم ديالنا معلم عبد النبي المكناسي ونتمنوا من الله نعجبوا الناس ونكونوا في تقدم ان شاء الله. I'm gonna make it.